أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلادنا يحصل قتال بين العصابات. يقول أحسن الله إليكم: في بلادنا يحصل قتال بين العصابات، فإذا استولت عصابة على الأخرى فيجعلون نساءهم وأولادهم سبايا، فهل يجوز؟ الله العافية، ما يجوز. العصابات ما يجوز يكون بينهم سبايا، ولا السبايا من أموال الكفار إذا كانت الجهاد بتدبير الإمام أو العصابات تدبر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.